أخبار اليوم. أهلا بكم معنا في النشرة الرياضية لبوابة أخبار اليوم، واللي من خلالها هنقوم بجولة رياضية داخل الملاعب والأندية والاتحادات الرياضية المختلفة لرصد أهم وآخر الأخبار الرياضية. تابعونا في نشرة أخبار اليوم الرياضية. برشلونة للفيفا. يتقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد برشلونة في الفيفا لحفظ حقوقه في الفوز بلقب الأكثر تتويجا، هذا واتفق مجلس إدارة القلعة الحمراء على تقديم الشكوى خلال الساعات القادمة. الجبلية تترقب تسجيلات الرشاوي. حالة من الترقب يعيشها قيادات الجبلية باتحاد الكرة انتظارا لبث رئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور تسجيلات الرشاوي الحكام التي يزعم أنها بحوزته. في الوقت نفسه يتدخل مسؤولون كبار لمنع مرتضى من إحداث فوضى في الشارع القروي. الخمسة المبشرون بجنة الإسماعيلي. يعقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة العميد محمد أبو سعود سلسلة من الاجتماعات المكثفة من أجل اختيار مدير فني جديد ليقود الفريق الأول لكرة القدم خلف المدرب أحمد حسام ميدو المستقيل من منصبه. وعلمت بوابة أخبار اليوم أن مجلس الإسماعيلي يجهز قائمة مختصرة تضم خمسة مدربين لقيادة الدراويش، يتصدرها حسن شحاتة المدير الفني السابق للمقاولون العرب، وحسام البدري المدير الفني للمنتخب الأولمبي، ومحمد يوسف المدير الفني السابق لسموحة، وحلمي طولون المدرب السابق لطلائع الجيش، بجانب البرتغالي جوارفين فريرا الذي سبق له قيادة الدراويش والزمالك. ويفاضل مجلس الإسماعيلي بين هؤلاء المدربين لتولي مهمة قيادة الدراويش في المرحلة القادمة. سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد خلال الساعات القادمة. باسم مرسي يتعهد بغلق صفحته على الفيس. جدد مسؤول الزمالك مطالبتهم لباسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بإغلاق صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للتركيز مع الفريق خلال الفترة المقبلة. وكان اسماعيل يوسف مدير الكرة قرر إيقاف باسم مرسي وتغريمه 300,000 جنيه بسبب اختراق حظر مجلس الإدارة بعدم التعامل مع وسائل الإعلام قبل أن يقرر رئيس الزمالك رفع الإيقاف عنه. في المقابل تعهد اللاعب بإغلاق صفحته الشخصية، خاصة وأنه فتح صفحة جديدة مع رئيس الزمالك ومدير الكرة بعد رفع الإيقاف عنه. سيد عبد الحفيظ لم أطلب عودة تريزيجيه ونحترم رغبته في الاحتراف. أجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اتصالا بمحمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق المعار إلى نادي أندرلخت البلجيكي للاطمئنان عليه بعد أن تعافى تماما من الإصابة التي تعرض لها بخلع في الكتف في معسكر المنتخب الوطني، وبعد أن عاد إلى المشاركة في المباريات مع فريقه. ونفع عبد الحفيظ أن يكون النادي قد طلب عودة اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية، خاصة أن النادي يقدر ويحترم رغبة تريزيجيه في الاستمرار بالاحتراف حتى نهاية إعارته والتي تمتد لنهاية الموسم الجاري. الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لوادي دجلة. اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بفرع النادي بالجزيرة استعدادا لوادي دجلة بالدوري السبت. وكان البرتغالي جوزيه باسيرو مدير فني الفريق قد قرر عدم منح لاعبي أي راحة عقب مباراتهم أمام حرس الحدود والتي فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة. وفاة الملاكم اليمني حمزة الجهيمي بالضربة القاضية. لقى بطل الملاكمة الدولي اليمني الأصل الأمريكي الجنسية حمزة علي الجهيمي مصرعه أثناء مشاركته في بطولة ولاية كونكريت الأمريكية، هذا وتلقى الجهيمي 19 عاماً ضربة مباشرة على رأسه سببت له نزيفاً داخلياً حاداً توفي على أثره حسب منشور لابن عمه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكان الجهيمي قد توج الملاكم ببطولة الرينك سايد الدولية في أغسطس 2012 في ولاية كنساس سيتي الأمريكية، كما فاز في جميع مبارياته في البطولة الدولية وتغلب على أبرز المرشحين للبطولة في النصف النهائي. الأهلي يخاطب القوات المسلحة للعب على استاد الدفاع. وصل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر خطابا إلى الأمانة العامة للقوات المسلحة يطلب فيه الموافقة على إقامة مباريات فريق كرة القدم على استاد الدفاع الجوي، وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية على إقامة المباريات على هذا الملعب.
وكان النادي قد حدد استاداي القاهرة والدفاع الجوي لإقامة مباراتيه خلال هذا الموسم، وأرسل خطابا إلى اتحاد الكرة بهذا الأمر. جماهير النجم الساحلي تحتفل بالمولد النبوي في كلاسيكو تونس. احتفلت جماهير النجم الساحلي بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف على طريقتها الخاصة قبل انطلاق مباراة الكلاسيكو أمام الترجي ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري. هذا وقد قامت جماهير النجم الساحلي بتنفيذ دخلة رائعة تضمنت اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام احتفالا بمولده. وفي حصاد آخر الأسبوع انتصارات ساحقة للأهلي والزمالك بالدوري. شهدت منافسات الدوري انتصارات ساحقة لقطبي الكرة المصرية، حيث تخطى الأهلي عقبة حرس الحدود بثلاثية نظيفة، بينما دهس قطار الزمالك قلعة فلاحين المحلة بخماسية برازيلية لنجوم الأبيض. ولم يكن المقص متصدر الدوري أقل من الأهلي والزمالك، حيث نجح في تحقيق فوز تاريخي على الإسماعيلي برباعية مذلة، وواصل بتروجيت انتصاراته بالفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين. كانت هذه نهاية النشرة، سعدت بلقائكم، إلى اللقاء في نشرة رياضية جديدة ببوابة أخبار اليوم. كان معكم نور إبراهيم، بوابة أخبار اليوم.